غيدير العرس ديالو هنا في الرباط حيت الاجواء ملائمه، حيت داك الشيء تيكون طوب ديال المغاربه خاص بهم. طقوس ديال الزواج ديال المغربيات بوحدو ما كاينش في عالم اخر، ما كاينش في بلادات اخرين. المغربيات عندنا صراحه تخي شارم، ما كاينش بحالهم في العالم كامل. المغربيه منفتحه على العالم كله، كتحاول تعيش مع جميع بغض النظر على الانتماء ديالو ولا الجنسيه ديالو، كيحاولوا ينفتحوا. هذا من باب الثقافه، انه يعني خصك تنفتح على جميع الشرائح ديال العالم كله، خصك تنفتح. هذا هو المغربيه اللي كتنسجم مع كل شيء. حيتاش المغربيه زوينات في المغرب، كاين بزاف ديال الجمال عندنا. يمكن فيهم شي ميزات اللي ما كاينينش في وحدينات اخرين، فيهم الاخلاق، فيهم ثقافه، فيهم الوعي، صبارات كيعرفوا كيفاش ينسقوا ما بين العائله ديال الراجل والعائله ديال المراه، وعندهم احترام الاصول وبزاف الحاجات. بنتي اولا نقولوا لهم مبارك مسعود، تزوج مغربيه صافي بليزير، ويدير العرس في الرباط صافي بليزير، لانه هو با ساكن هنا وهو عايش هنا في الرباط. نصيبيا وربما حيت هذا البعد التواصلي مع الثقافات الاخرى اللي قلت لك اللي كيتميز بها الانسان المغربي عموما. كابابل وكتحترم الناس اللي حداها، وفين ما رديتيها في جميع النواحي، بغيتي الصناعه، بغيتي الثقافه، بغيتي الطياب، بغيتي المعقول، قليل فيهم اللي سميتو، ولكن الاغلبيه بنات الناس. التقاليد احنا عندنا داك يعني عندنا داك المزج ما بين ثقافات قديمه وكاين عاوتاني ديك لا مودرني لوثنتيسيتي لا مودرنيتي، فهمتيني؟ الانسان المغربي عموما سواء كانت المراه ولا الرجل، يعني عندك قابليه انه يتواصل مع الاخر بواحد الاريحيه. ومساله على ان تيتزوجوا مغربيات، لان المغربيات فحلات ويسون كابابل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.